سلام شباب، اليوم راح نتكلم عن أجهزة الكورج اللي بيجي فيها تشريق داخلي ما فيها تشريق خارجي. فكيف ممكن نعمل التشريق بشكل مباشر؟ عندنا مثلا الكورج الألف أو الثري إكس الأورينتال الأو آر العادي أو الغربي أو التمنمية. الحين عندك الشاشة الرئيسية دائما تكون أنت إكزيت، ماشي. في عندك هون خيار سب سكيل، وبعدين بيطلع لك هذا الشكل. خد دائما خليه بالشكل هذا بالنص، تيجي هون تشرق زي ما بدك. بهذا الشكل بيطلع التشريق عندك بالأجهزة اللي ما فيها تشريق خارجي. عندك تشريق بيجي هون، بس هي الشغلة سهلة جدا. إذا كنت على الشاشة الرئيسية تكون تروح على سبسكيل على نفس الشاشة وبطلع لك التشريق، وبتشتغل التشريق زي ما بدك. يعطيكم